وكأن عظامك تتمزق في ضلوعك، ألم يفقدك قوتك ويسيطر على كيانك، مستحوذاً على كامل تفكيرك، شعور مزمن ينتاب من يعاني مرض عرق النساء أو ما يعرف بألم العصب الوركي. وفي حين تختلف الأسباب وراء حدوثه، يعتقد البعض أنه مقترن فقط بالنساء دون الرجال، معللين ذلك باسم المرض. هو أتوقع أن المرض يعني يصيب النساء، يعني من اسمه أتوقع يعني هذا عرق النساء يصيب النساء، بس ما أتوقع أن يصيب الرجال. سموه عرق النساء لأن هي حق النساء بس، ويعور الظهر هذا، فلازم يعالجونه بسرعة أحسن. بالنسبة لعرق النساء، عرق النساء مرض قديم متعارف عليه في الموروث الشعبي عندنا، هو صح اسمه عرق النساء لكن ما يستهدف النساء أساسا، هو عامة الرجال والنساء، والدواء المتعارف عليه يعني في الموروث الإماراتي اللي هو الوسام أي بالكوي يعني. هذا المرض بس يصيب النساء من اسمه، لا الرجال والنساء، هذا اللي نعرفه احنا من الأولين نسمعه دائما، الرجال والنساء دائما يقولون هذا عرق النساء. نحكي عن عرق النساء، كثير من الناس بتخيلوا انه هذا المرض اللي هو اذيه العصب الوركي خاص فقط بالنساء، مع انه بالارض الواقع دائما بنشوف خاصه مرضانا مراجعين بالعيادات، لا دائما الرجال والنساء على حد سواء بينصابوا بعرق النساء وما في فرق، وهو ليس خاص بالنساء فقط، وهي طبعا تعتبر من المفاهيم الخاطئه. هو طبعا يعتبر من الالام الشديده جدا، يسبب الام شديده جدا، لهيك سموه عرق النساء، انه بيعمل نسيان للمهام اليوميه تبع الانسان. عرق النساء بيتظاهر انه هو الم شديد جدا، بيتظاهر بالم خلف الفخذ وبينتشر على خلف الساق، واحيانا بينتشر حتى القدم وحتى اصابع القدم. هو الم حارق، الم بيؤدي الى خدر، تنميل في نفس الطرف، احيانا بيؤدي الى ضعف شديد. يعتبر من الالام المؤلمه جدا شديد، لانه المريض بيزداد هذا الالم لما بيجلس على الكرسي، من الالام التي حتى من الصعب انه يستطيع الانسان انه يقوم يوقف يمشي او يتحرك، قد ممكن احيانا انه المريض يضطر انه ينام بالفراش من شده الالم هذا. هلا في اسباب كثيره لاصابه عرق النساء او نحن بنسميه اذيه العصب الوركي، من أشع هي الأسباب طبعا إصابات الديسك الفقري، الديسك القطني، لأنه هي فتق النواة اللبية باللغة العربية طبعا، لأنه هي بتسبب انضغاط على هذا العصب الوركي. أحيانا كثير خشونة المفاصل الظهر عند كبار السن لأكثر من 60 سنة. من الأسباب الأخرى البدانة أو فرط الوزن، لأنه بسبب انضغاط على أعصاب. في بعض الأسباب أحيانا بنشوف بعض المرضى الحوامل نتيجة خاصة بالأشهر الأخيرة من الحمل بتسبب هي المشكلة. قد يشير عرق النساء إلى وجود مشكلة أخرى في الجسم، والتي تكون متعلقة بالعصب كأمراض الديسك أو الانسلاق الغضروفي، ويزول تدريجياً من تلقاء نفسه في غضون بضعة أشهر إذا ما التزم المريض بالعلاج والرعاية الطبية. العلاج تبع أذية العصب الوركي أو عرق النساء ببلش عادة بالأدوية مضاد التهاب غير استرويدية اللي هي مسكنات الألم العادية، وضروري جدا طبعا العلاج الطبيعي اللي يشمل التأهيل الفيزيائي والتمارين الخاصة التي تسمى ماكنزي اكسرسايز، ومن بعض الحالات ممكن نستخدم الانجكشن في الظهر اللي هي اللي تسمى ابيديورال انجكشن. اغلب المرضى بيتحسنوا على العلاجات التقليديه، في حالات قليله جدا طبعا قد يضطر المريض انه يعمل جراحه واستئصال ديسك بالمنظار، بس هي حالات تعتبر حالات بسيطه او نادره. كونك رجلا لا يعني ان يستثنيك عرق النساء من الاصابه به، لكن ان حدث ومررت بالام هذا المرض فعليك توخي الحذر من حمل الاوزان الثقيله والحفاظ على ممارسه التمارين الرياضيه، كما ان فقدان الوزن يعتبر امرا هاما للتخفيف من حده الالم.